بسم الله الرحمن الرحيم. اسم كريم الجريند بسان معي. اشوفك ما شاء الله مستعد بالكاميرا، كيف استعدادك؟ ما استعداد قد عالي. كيف تكون لقطة يعني تختار هاللقطة الجميلة متى؟ لما يكون شخص ما من كده تخلى على عفويته على طبيعته. جميل، تكون جميلة. تتابع من هنا من ينقل؟ نعم. ليش يتميز مسار اليوم؟ والله يتميز موجود معنا في الجبال في المزارع والأفلاك وإن شاء الله بعض الفعاليات الثقافية بتكون. جميل. كونك شاب مقتبل العمر وتمارس هذا الفن يعني التقاط الصور، ما هي رسالتك للآخرين؟ والله أتمنى من كل الشباب المراهقين بالخصوص أنهم يهتموا بمواهب هي كانت موهبة، فهذه المواهب تظهرها إن شاء الله ومجتمعنا محتاج المواهب. جميل. ومثل ما يكون إذا أردت أن تكون عظيما ابدأ وابدأ والكل إن شاء الله بيكون. جزاك الله خير، سعيد كلامك رائع، بارك الله فيك، الله يحفظك.